زي آخر جملة كده في التقرير، حدوتة مصرية حلوة ومشرفة على الأراضي المغربية. يا كابتن طارق ألف مليون مبروك، شرفتنا وخليت راسنا مرفوعة كمدرب مصري رائع في الدوري المغربي. حبيبي يا كريم، أولا أنت وحشني وتحياتي ليك وكل إعدادك، وبشكر طبعا التقرير حسام زايد، طبعا طول عمره مميز من زمان وهو بيحبني بس شوية أكتر، وبشكر كل مشاهدينك والحمد لله والشكر لله كريم والله، توفيق ربنا سبحانه وتعالى في البداية في الأول والآخر، وبقول الحمد لله الحمد لله نعمة وفضل كبير ربنا سبحانه وتعالى أعطاني الموسم الماضي والموسم دوت مع أولمبيك أفريقيا. لا أنا عايز أجيبها من الأول خالص بقى، هي مهمة صعبة وأنا عارف إنه اللي يروح يدرب في المغرب ورايح في دوري صعب جدا، خاصة لما تروح لفريق كمان يصارع على الهبوط، وأنا عارف إن كان ليك تجربة أيضا في المغرب قبل التجربة دي كمان، بس التجربة المرة دي أصعب، إزاي خدت القرار وإزاي خدت المخاطرة ديت باسمك الكبير اللي أنت حتى بنيه كمان في المغرب من قبل هذه المهمة، ليه خدت القرار وإزاي قدرت تتخطى هذه الخطورة الصعبة في مشوارك او في طريقك نحو النجاه من الهبوط وايضا الموسم ده هنخش له بعد شويه؟ والله بص، في البدايه طبعا انت تعرف يا كريم انا كنت موجود معاك وكان ليا الشرف في الاستوديو واحنا بنحلل مباريات منتخب مصر بعد انا ما سبت المنتخب، ما افتكرش كنت باجي لك طبعا بحلل معاك المباريات، وانا دايما انا من نوعيه اللعيبه اللي لما اني او المدربين لما باجي اكون اشتغل على مباراه بحط نفسي مكان المدربين، انا دايما اتعود ان مش الشهادات بس مش كفايه، انا بحط نفسي دايما حتى وانا بتفرج على اوروبا كلها بحط نفسي مكان المدربين. صحيح. مكان دايما المدرب اللي هو اللي خسران دايما، صحيح. الكسبان بقى الخسران دايما يعمل ايه؟ والحمد لله والشكر لله ربنا مدي الواحد الموهبه من زمان، انا اشتغلت مع ثلاث مدربين، انا بعتقد كان ليا الشرف ان انا اشتغل مع كابتن يحيى في البدايه 7 8 سنين كلهم كانوا انجازات الحمد لله، وبعد كده انتقلت مع كابتن حسن شحاته للدوري المغربي، وبعد كده منتخب مصر مع كابتن حسام البدري. فلو تلاحظ الحمد لله السلم بيطلع بالترتيب، وده طموحي من زمان ان انا اطلع السلمه خطوه خطوه مش قلقان لغايه ما اوصل ان شاء الله لمنتخب مصر ان شاء الله، ومن حقي ان شاء الله ان انا لعبت منتخب مصر وكان ليا الشرف ودربت منتخب مصر مدرب عام، وان شاء الله باذن الله اكون موجود كمدير فني، ده حق مشروع للجميع يعني. عظم. عايز اقول لك انت قلت كلمه من اصعب الدوريات اللي موجوده في الدوري المغربي. صح. دوري جماهيري قوي جدا، جمهور كله في كل مكان، صحيح. ما فيش ملعب من غير جمهور. الضغوطات عاليه جدا 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 فوق ما تتخيل. الحمد لله انا التجربتين السابقين مع الدفاع الحسن الجديدي والتجربه الثانيه مع فريق وادي زين كانت نفس التجربه، قعدت معاهم برضو اخر 10 مباريات في الدوري والحمد لله قعدت بالفرقه في الدوري وربنا كرمنا الموسم اللي بعديه برضو كملت، ولكن لقلت برضو الامكانيات. الموسم ده مختلف، الموسم ده عندك جمهور بيحضر معاك جوه وبره، وممكن يكون كمان اكبر من جمهور كتير بيبقى بنلعبه بره ملعبنا، فبتحس ان انت على ملعبك. صحيح. اولا بشكر الجمهور جدا، بشكر مدينة أسفي كلها، حب واحترام لطارق مصطفى، بشكر اللاعبين على المجهود اللي هم عملوه الجبار، اللاعبين عاملين فرقة صغيرة كلها السنة دي ناقصهم الخبرات، بشكر المركب ورئيس النادي على الدعم اللي موجود، بشكر العمال والجهاز الفني والطبي والإداري، بصراحة موسم كان تعب 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 تعب، ولكن الحمد لله والشكر لله توفيق ربنا خلانا نحقق مركز أنا بعتبره مش إنجاز، بعتبره إعجاز. الفرقة اللي انت ذكرتها كريم اللي ما تملكه من امكانيات كبيره ماديه وبشريه. الموسم ده تحديدا صعب كمان جدا عشان انت اللي بيلعب في المنطقه اللي انت بتلعب فيها دي، فرق زي الرجاء زي نهضه بركان، يعني الفرقه دي حتى مش شغاله على القمه، لا شغاله في المنطقه اللي هي بتاعه المربع الذهبي معاك، فالامور بالنسبه لك تحديدا مع نهايه الموسم كانت في منتهى الصعوبه جدا كل المباريات اعطاها كابتن طارق. طبعا، ولو اقول لك لو انت جيت بصيت للجدول عشان في حاجات كتير الناس ما بتاخدش باله منها. انا اول 5 مباريات بلعب مين؟ بلعب الاربعه اللي بيلعبوا في افريقيا. يعني اول مباراه ليا كانت الرجاء. في محمد الخامس. اول مباراه في الدوري. صعبه جدا جدا البدايه. المباراه دي تقريبا المباراة دي تقريبا انتهت تعادل يا كابتن طارق على ما اتذكر ولا لا؟ تعادل، كنت كسبان 2-0 وتعادلنا 2-2. فاكر فاكر المباراه دي. صح. كان موجود ماسكهم فوزي البنزرتي. والحمد لله والشكر لله، يمكن كان فوزي البنزرتي كان ماسكهم في الدور الاولاني، والدور الثاني كان منزله منظر القبيل.
طبعا المدير الفني طبعا لمنتخب تونس طبعا. فالحمد لله والشكر لله. انت زي ما انت قلت كلمه انا لازم ادعي عليها، انا بشرف المدرب المصري ونفسي المدرب المصري يكون موجود بره مصر. انا هاخد مش هاخد منك كتير، ولكن مهم جدا اللي اتعمل في الدوري المغربي يتعمل في الدوري المصري عشان تلاقي مدربين للمنتخبات، تلاقي مدربين كتير للدوري، لان هنا المدرب بيمسك مره واحده، مفيش توفيق ما بيمسكش تاني في نفس الموسم. ودي بصراحه خلت وليد الركراكي يمسك منتخب المغرب الاول، خلت عموته من فتره، خلت هشام الدميعي موجود، يعني بصراحه عملوا كوادر كبيره وتستحق ان هي تبقى موجوده. في جزئيه تانية، بما انك اتكلمت بقى على فكره ان احنا نعمل ايه، انا اقول حاجه مش عارف هتاكدها لي ولا لا، بس انا افهم او فاهم انه المدرب في الدوري المغربي مش بياخد الارقام اللي بتتاخد للمدربين في الدوري المصري. ففي بعض المدربين هنا لما بيجي لهم عروض بره مصر يقول لك لا انا افضل هنا حتى لو مع فرقه مش كبيره بس باخد فلوس كتيره. انا متاكد من المعلومه دي واعتقد حضرتك هتاكدها لي، انه اكيد الرواتب في الدوري المغربي مختلفه عن الرواتب في الدوري المصري، ورغم كده انت خدت الخطوه عشان تنجح. طبعا، لان انا زي ما قلت لك انت كريم، انت عارف انا عندي طموح، وقلت لك انا بحب اطلع السينما ما بنزلهاش. فانا طموحي امسك منتخب مصر الاول، طموحي امسك منتخب مصر الاول. حقك طبعا. والله في ناس بتبص لها لا انا اهم حاجه المرتب، لا انا بالنسبه لي الماده مش هي الرئيسي، يعني مش هي اول حاجه بالنسبه لي. صح. الماده كويسه، وخلينا نتفق ان احنا لازم ليك رينج معين، ولازم انت ما تقلش عنه وكل الحاجات ديت، بس مش هي الهدف في الاساس. الهدف في الاساس انت عايز ايه. انا دايما عندي طموح، عندي رغبه. صحيح. انا المدرب هنا ما بياخدش، انت بتاخد يعني المدرب يجي مصر بياخد 3 و4 اضعاف اللي بياخده هنا. صحيح. مش بس انت عندك مثل قريب، انت عندك على المستوى الدوري كان عندك كاركيرون، كان عندك جاريدو. هنا الرينج من بالنسبه لهم في مصر لما اشتغلوا مع الاهلي ومع الزمالك خدوا 3 4 اضعاف. ثلاث اربع اضعاف المرتب، بل اكثر كمان، ده اقل حاجه انا بقولها لك. صحيح. فبالتالي انت عندك مثل قريب. صحيح. عندك كيروش كان ماسك منتخب مصر. صحيح. لما راح منتخب ايران خد ما خدش النص اللي كان بياخده. فبالتالي احنا عندنا مشكله. حط قانون، حط مدرب يمسك في الموسم الثاني عشان حتى تديله فرصه يطلع بره، يروح الدوري الاماراتي، الدوري السعودي، الدوري المغربي، التونسي، ياخد خبرات ويشتغل وتعمل كوادر. بصراحه احنا مقصرين في الجزئيه ديت، وبنتحايل على القانون وبنقول لا النادي اللي يمشيه ولا هو اللي يمشي. صح. لا وتيجي بالاتفاق تفصيل شهر وخد شهر. طيب. في حاجات ثانيه بصراحه صعبه فيها، ولكن مهمة للكرة المصرية. أنا متأكد وأنا بكلمك كده إن أنت عندك عروض كثيرة في الدوري المغربي، عندك عروض ممكن تبقى في الدوري المصري كمان، المستقبل فيه مكمل مع أولمبيك آسيا، رايح خطوة جديدة، الوضع في المستقبل هيكون فيها كابتن طارق. والله بص أنا بقول الحمد لله والشكر لله، زي ما قلت لك شكرت كل الناس، ولكن من الضغوط اللي كانت موجودة عليا سنة ونص كاملة من غير راحة، محتاج إن أنا على الأقل كل سنة وكل مصر والمغرب والأمة العربية والإسلامية عيد سعيد على الجميع، يا رب يكون خير علينا كلنا. استخير ربنا ان شاء الله. وان شاء الله في خلال فتره قصيره ان شاء الله اللي ربنا رايدهولي ان شاء الله يكون يعني. انا بحب اولمبيك اسفي. وهفضل مع اولمبيك اسفي حتى وانا بره. هفضل اتفرج عليهم واشجعهم. زي ما بتفرج على غضهم، زي على الحسم الجديدي، زي حتى في مصر. حتى في الامارات لما كنت ماسك اوروبا ولا الفجيره. دايما انا متابع للناس اللي انا كنت بنتمي ليها في يوم من الايام. ده شعور. انا والله كريم لغايه دلوقتي لسه مش عارف الخطوه القادمه ايه. مش عارف الخطوه القادمه، بس يبدو كده ان انا حسيت من كلامك انه مشوارك مع اولمبيك اسفي مع الوصول لهذا الانجاز المربع الذهبي في الدوري المغربي قد انتهى. بغض النظر المستقبل فيه. لا هو انتهى بقى. هو انتهى العقد، ولكن ما انتهاش كحاجه. لا في مفاوضات ما بيننا وما بين النادي، رئيس النادي اولمبيك اسفي. وانا لو سالتني لا انا حابب ان انا اكمل وحابب ان انا اقعد، ولكن زي ما قلت لك لازم في حاجات لازم، عشان قلت لك عندي طموح وعندي رغبه ان انا لو هكمل هتلعب في 3 بطولات. انا مش لما انا السنه اللي فاتت قلت لهم انا نهيت 7، وقلت للعيبه وقلت للمكتب انا هبدا من 7، مع ان الطبيعي ان انا في 6 7 لعيبه مشوا من عندي، اللي راح نهضه بركان واللي راح
الرجاء واللي راح الامارات وجبت لعيبه صغيره عملت فرقه. الطبيعي ان انت تقعد في الدوري ان انت بتعمل فرقه وفي انسجام وعامل فرقه جديده، ولكن لا، انا قلت للعيبه وقلت للاداره وقلت للناس كلها ان انا هبدا بالسابع، عشان لما ابدا من السابع طموحي ان شاء الله يبقى اكبر ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له دلوقتي. وعشان ياما اجي السنه الجايه لا انا هبدا من الرابع، انا عايز العب على بطوله. فده الطموح اللي انا بقول لك عليه، مش بس بالكلام، فلازم يكون كمان بالفعل، لازم يكون في امكانيات بشريه وماديه عشان تقدر ان شاء الله تمشي بالفريق للامام يعني. صحيح. اخر حاجه بقى، بعيد عن كل ده، لما كنت في المغرب الاسبوع الماضي مواجهه النادي الاهلي ومواجهه منتخب مصر مع غينيا، كنت لما بركب اي، انا هقول لك بس حاجه والله يعني دي شهاده حق يعني، لما بركب اي تاكسي ولا حاجه وبتنقل فبقول لهم احنا عندنا مصري هنا الكابتن طارق مصطفى اولمبيك اسفي، كل الناس بشكل تلقائي بتقول ده مدرب كبير، مدرب محترم، عامل شغل مع اولمبيك اسفي. فالسمعه كمان في المغرب هي سمعه كبيره يا كابتن طارق. لا الحمد لله والشكر لله، والله ده زي ما بقول لك شرف ليا وشرف للمدرب المصري اللي انا بمثل المدرب المصري هنا، وبحترم كل الناس، الناس في المغرب بصراحه الحمد لله والشكر لله، حب الناس ده نعمه من عند ربنا. صحيح. دعواتهم من الله يرحمها وابويا ربنا يديله الصحه. ده اللي الواحد ده اللي بيكسبه من خلال شغلتي بصراحه. صحيح. انا بحترم المغرب جدا وبحب البطوله المغربيه، بطوله قويه جدا جدا جدا، وليا الشرف ان انا موجود فيها وليا الشرف ان انا موجود في بلدي الثانيه. بالمناسبه انت بقى لعبت الوداد وسط جماهيره بقى في الدوري ولعبته اكتر من مره، كنت متوقع النادي الاهلي هيخرج من ملعب محمد خامس وهو كسبان المباراه؟ خلينا نتفق، النادي الاهلي طبعا جه واتحط في الظروف دي قبل كده. النادي الاهلي كان قلقان، وده كان باين من الضغوط اللي كانت موجوده عليه من اللعيبه بعد المباراه. ولكن اللي عايز اقوله لك ان الوداد السنه دي من السنوات القليله جدا اللي غيرت اكتر من مدرب. صحيح. ودي فرقت كتير جدا معاه. صحيح. ولكن النادي الاهلي بصراحه اللعيبه كانت في اليوم ده كانت رجاله، حتى هم مغلوبين كان عندهم اصرار وعزيمه. انا اشوف ان البطوله كانت واضحه جدا من بدري جدا 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 ان هي كانت ماشيه مع الوداد وماشيه مع الاهلي، لان الفرقتين بصراحه ما كانوش في المستوى اللي هو يروحوا نهائي. كان الحظ مع الفرقتين، ده كان الوداد من خلال وصولهم مش بس مباراه سان داونز وقبليها كمان مباراه سيمبا، ولكن والاهلي كمان مباراه الهلال السوداني وبعديها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان كاتب التوفيق للنادي الاهلي، لان الوداد في المباراه دي بصراحه فترات من فترات في المباراه ما عجبنيش اداء الوداد بكل امانه يعني. كابتن طارق مصطفى انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير فني الفريق اولمبيك اسفي اللي صعد هذا الموسم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي باداء رائع جدا واداء عظيم جدا من مدرب مصري كبير ومحترم الكابتن طارق مصطفى. عجبني في بدايه كلامه الراجل واضح ودون سؤال الراجل قال لك انا طموحي ادرب منتخب مصر الاول وانا بشتغل عشان كده. طيب